أنا اسمي سلال عبد محمد، كنت شغال في البحر الصومالية، وتلقيت خبر لأنه ضربوا كاتيوشا قرب من البيت حكي، وطلعت بنت من بناتي عمرها 13 سنة، وبعدين طلعت النزوح إلى صوماليا، نزحوا العوائل حكي، وقالت 8 أشهر هنا، وما في شي غازات ولا في حاجة، ثم رجعت إلى رأس العارة. أنا نبي راس العارة موجود برضو، ولا حصلنا حاجة، جالسين على الله بس. وصلت إلى صنعاء، وصلت إلى عدن، تعالك ما في شوية سافرت إلى هندي، إلى الهند اليوم 6 أشهر فوق القاعدة فرح. هذه عملية هنا، التهاب رئوي، الآن الله. نحن نازحين من ضباب في مدرسة طارق بن زياد الأساسية، لنا أكثر من 8 أشهر، لا موت إغاثة، لا إعانات، ولا لجان تنزل لعندنا. في أحيانا اللجان تنزل تصور وتروح ما ترجعش. تقريبا أكثر من 30 أسرة داخل المدرسة هذه، بكثافة سكانية عالية، أطفال، مليان أطفال، يعني أكثر من تقريبا 70-80 طفل داخل المدرسة. جاء علينا أيام البرد الشديد هذا، لا إغاثة أفرشة، لا بطانيات، لا مواد غذائية، عايشين يعني لا وظائف معانا. أغلبيتهم طبعا كانوا بحارة، وطبعا الآن بدون شغل، ما عاد عندهم شغل، لا مصدر دخل، مي ما فيش، ما حفرنا بئر هنا مالح، ما مالح اللي منه يعني يصبنوا الثياب، منه يعني الصبان المواعين، يعني حاله ورثالها. هناك منظمات إغاثية توصل للمنطقة هذه بس متخصصة بأصحاب الوسعية. لناشد هذه المنظمات، سواء منظمة كويتية أو دولية، إني تنظر بعين الأخ برضو. إحنا يعني برضو نازحين 8 أشهر، ولا يعني ولا شفنا لا إغاثات ولا إغذاء ولا يعني ملبس ولا يعني ولا مياه، حتى المياه يعني قطعت علينا. كانت معانا إغاثة، شوفنا الله سود السامان وكتالي. نناشد المنظمات الدولية، نناشد منظمات الهلال الأحمر الكويتي، الأخوان في الكويت، الأخوان في السعودية، إنهم ينظروا إلينا بعين الأخ ويعملوا لنا حل المشكلة هذه، مشكلة السكن، مشكلة الغذاء، مشكلة الملبس، ومشكلة الدواء. هناك أوبئة انتشرت بين النازحين، كثير من الأوبئة. عندك هناك أمراض الأمراض الجلدية، أمراض الروب، عندنا في مرضى للضغط، في مرضى للسكر، في مرضى للقلب. هنا تعبانين، هنا مشردين، شي حرقوا احنا من المدرسة، هنا أطفالنا، في ولادة، في حبالة، وفي مساكن، وفي عمية، وفي مشردين في كل موضع. هنا لما أحد هب لنا، هنا تعبانين، ما فيش عندنا، هنا مكالي، هنا من كل موضع في المدرسة هذه، إنهم حالة حالة، وما حال في شيء، لا إن شاء طارق على بلادنا ما حل. هنا نازحين، هنا تعبانين، هنا من كل موضع مشردين، في كل موضع مشردين، ما فيش حد التفت لهم. نناشد جميع المنظمات اني تنظر الينا بعين العطف. نحن نازحين يعني، مش وين نروح؟ وين عاد نروح؟ نرجع يعني نروح ابوخ، ارحم لنا من بلادنا. ولا معنا شيء، وتعبانين، حالي ثلاث ارحم، جالسين المدرسه هذه. حتى ما تطلع انا اسال احنا، جالسين كذا، بلا قرع. ولا. ولا سامان ولا حاجة كده مقامبارة. احنا تسبلنا دي الخيمة ولا فيها حاجة، يعني وبني وبنا. قال ما نشتري شراء وخزان بزلاثة 1500. احنا نازحين من ابناء من ذريه الذباب، لا يلفتوا علينا باي حاجه،
كم منظمات يجي يسجلوا احنا لا يدلونا غاثة يسجلوا يدقلوا الرقابة يسجلوا احنا بلا حملة بناكل خبز وشاي كذا لا معنا حق أكل ولا ما قاسي نطلب من الشوارع احنا ما بيش معنا أي حاجة يوم مناقين الحارة لحد الآن استلمنا كيس بر بر حمر هذا مش بر حبوب حبين الأقوارين الغنم كيف نسوي به ولا غير حاجة المأوى حم ما فيش معانا غاز ما فيش معانا حاجة وقالوا لنا يلا المقاومة خرجوا خرجوا من داخل الذباب خرجوا احنا بلا معانا أي شيء والآن يجي لنا أكثر من 8 شهور ولا منظمة تعطينا أي حاجة ليش؟ ناشد الهلال الأحمر أن يلحق علينا بنظر سريع على أي منظمة إغاثية تلحق حنا بسرعة سواء الإمارات سواء السعودية سواء من أي منظمة عدا السيف أي منظمة وقدر الله صراحة أصحاب العار في يوم الخير إن شاء الله وقسما بالله أنهم تعزحنا ناشد منظمات المجتمع المدني المنظمات الإنسانية المنظمات الإغاثية بنظر بعين العطف إلى هؤلاء النازحين من منطقة ذباب والموجودين في مدرسة طارق بن زياد في العارة منذ أكثر من سنة ونص بأنهم التفتوا إليهم لأنه ما فيش حتى الأكل حتى الأكل ما فيش الأكل معهم نتمنى أنه ينظروا إلينا بنظرة إنسانية ويعملوا حل سريع لا معانا حق مأوى لا معانا حق غاز لا معانا حق أي حاجة الناشد المنظمات نساعد احنا او يرجعوا احنا الاذباب يحررنا بلادنا واحنا نجلسنا بلادنا ومع السلامه لا عاد نشم نمشي والله يلحقوا احنا احنا لنا اكثر من سنه داخل المدارس فوق الناس يا جماعه الخير ارحموا احنا